اسمه مش موجود بالمستشفيات وهم بموته مات وكش عم بتقول انت؟ بيع كل املاكه وترك البلاد ومرة جديدة فكر بامه وجعها لما يوصل خبر موته بيخزن الكل اللي بيقدر يدعس على قلب خيو ما بيصعب عليه يدعس على امه كيف ادهم رح يتحمل هالصدمة ليلي رو عمل طرفي وهرب شو بعدك عم تعمل يا نورا؟ ما بدي ألمحك وشوف صورة وجهك كيف قادرة تحكي وتحط عينيك بعيني؟ مش قادرة تتزحزحي من حد وماهي الحلقة ما قبل الأخيرة من أدهم بيك ايه هالولد أنا اللي بكيتوا عليه ترقبوا السبت 9:30 مساء على الـ MTV